أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيام المؤمنين، أيامكم وأيامنا، بذكرى عيد الله الأكبر الأعظم، يوم غدير خم. هذا اليوم يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والبراءة من أعدائهم. الإنسان كثيرا ما يذعن بشيء لكنه لا يكاد يدركه. إحنا نذعن أن الأرض، الكرة الأرضية مثلا، مو مسطحة. هذا إذعان، كل إنسان لا يكاد ينكر هذه الحقيقة أن الأرض ليست مسطحة أو هي بشكل الكرة مثلا، ولكن لا يمكن أن يدرك معالم الأرض وطبيعة الأرض وحقيقة الأرض. الاعتراف لا يلازم الإدراك. نحن نعترف أن يوم الله الأعظم هو العيد الأعظم، نعترف بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وعظمة هذا اليوم، وندعو ونذكر ونتحدث عن هذه العظمة الهائلة، ولكن لا يكاد يحصل، يدرك الإنسان شيء قليل من هذه العظمة. الإيمان يلازم الاعتراف، لكن الإيمان لا يلازم أبدا مفهوم الإدراك حتى المقدار السطحي من عظمة هذا اليوم لا يكاد يدركه الإنسان. ولكن يجب عليه أن يحاول، هذه المحاولة واجبة من واجبات الإيمان، أن يعالج شيئا من هذه العظمة حتى يستلم مقدار ولو بسيط من هذه العظمة. هذه تسمى معرفة. هذا التأكيد الشديد في الروايات على المعرفة. لماذا؟ المعرفة مفهوم يفوق مفهوم الإيمان ومفهوم الاعتراف. أنت تعترف
بأن الإمام إمام مفترض الطاعة، ولذا هذا الاعتراف يجرك إلى زيارته. لكن الروايات تؤكد أن تكون الزيارة زيارة بمعرفة، هذا التأكيد الشديد، هذا الإلحاح من الأئمة عليهم الصلاة والسلام على المعرفة. ليش؟ المعرفة غير مفهوم الاعتراف، غير مفهوم الإيمان. المؤمنون كلهم يتهافتون إلى زيارة الأئمة، أما ليش هالروايات المتواترة بالعشرات من زاره عارفا، حتى في زيارة غير زيارة الإمام الحسين، في زيارة الأئمة الإمام الرضا صلوات الله عليه، حتى في زيارة السيدة معصومة صلوات الله عليها، الإمام الرضا يقول من زارها عارفا. أكو مفهوم إذعان إدراك، هذا المفهوم بعيد كل البعد عن مفهوم الإدراك والمعرفة. هذه المناسبات أهم شيء فيها مو فقط إظهار الشعار اللي هو حقيقة من أهم الأشياء، أن الإنسان يحاول المؤمن أن يدرك هذا المفهوم. هذه الآية الكريمة رواها أقطاب علماء العامة أنها نزلت في شأن علي صلوات الله عليه. آمن الرسول بما أنزل إليه. لاحظوا الخوارزمي من تقريبا 900 عام متوفى، الموفق ابن أحمد الخوارزمي، هذا واحد من كبار أقطاب العامة، سنة 568 متوفى، 568. الحمويني محمد بن إبراهيم الحمويني صاحب كتاب فرائد الصمتين، أيضا جدا من أقطاب كبار أعلام العامة، يروي هذا الحديث. يروي هؤلاء هذان وغيرهما أيضا يروون هذا الحديث بأسانيد متعددة عن راعي إبل رسول الله صلى الله عليه وآله، راعي إبل رسول الله، أنه هذه الآية نزلت في شأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الرسول يؤمن بهذا الإنزال من قبل رب العالمين. رب العالمين مصدر كل القضايا المرتبطة بالغدير، ورسول الله صلى الله عليه وآله يؤمن بهذا القرار الإلهي. آمن الرسول، لاحظ الرواية، رواية موجودة معروفة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، شنو؟ والمؤمنون. الرسول آمنوا بولاية أمير المؤمنين، وفي جنب رسول الله أشرف الأولين والآخرين هم المؤمنون. المؤمنون عندما آمنوا بولاية أمير المؤمنين، هذا إيمانهم كان إيمانهم بالله، والمؤمنون كل، مو بشكل عام، كل واحد واحد منهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الغدير يمثل كل الإيمان بالله، كل آمن، كل الإيمان بالله والإيمان بكل الملائكة وبكل الكتب وبكل الرسل. هذه آية قرآنية. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وآيات كثيرة بالمئات، المئات والمئات من الآيات التي وردت في حق هذا اليوم وصاحب هذا اليوم، آيات لا تعد ولا تحصى. التدبر، لماذا الغدير منبع الإيمان بكل الرسل
والإيمان بيوم الغدير يكون كمال الدين وكمال الإسلام، أصلاً يمثل الإسلام بشكل كامل. ليش؟ ليش الإيمان برسول الله ليس كذلك؟ هذا عجيب. لماذا الإيمان برسول الله ليس إيمان بكل الرسل وكل الكتب وكل الملائكة والإيمان بذات الله جل جلاله؟ ليش؟ هذه المفارقة ليش؟ لاحظوا في الدين اليوم أكملته، يعني شنو؟ إذا كان الدين كامل هذا يستلزم تحصيل الحاصل. يوم الغدير ما كان الدين كامل، بيوم الغدير كمل الدين، كمل الدين وكملت النعمة وتحقق الإسلام، مو كمل الإسلام، ورضيته مو أكملته. مفهوم الإسلام قبل يوم الغدير لا وجود له. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا حكم عقلي. العقل يقول إذا شيء موجود لا يمكن أن يوجد مرة ثانية، يسموه تحصيل حاصل، هذا لا مستحيل. هو هذه العبارة تكشف عن أن المفهوم ما كان موجود. شنو القضية؟ لاحظوا في تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا فشيء جدا بين. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعاديه أعمامه وأقرباؤه، أغلب الأعمام، أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله أبناء عبد المطلب، صحيح؟ وعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن تصدر منه هفوة أو زلة في مسألة الإنجاب، صحيح؟ كانوا يعادوه، كانوا يقاسون العداء ضده، كانوا يعنفوه، كان يضربوه، كان يتهموه. واحد ما يقدر يتهم أعمام النبي بشيء لأنه أعمامه أبناء عبد المطلب. كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي لا يعاديك إلا ولد الزنا؟ والذي يعادي رسول الله لا يمكن أن يكون ولد زنا في هذا المجال. في روايات متواترة عن العامة والخاصة، لا يعاديك إلا ولد حيضة، عفوا على هذه الكلمة، هذه كلمة صدرت من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. الذي يعادي أمير المؤمنين لا يمكن إلا وأن يكون ولد زنا أو ولد حيضة. وكيف الذي يعادون رسول الله وفي هؤلاء أعمام رسول الله لا يمكن أن يتهمون بهذا المفهوم؟ مستحيل، هذول أعمام النبي، أولاد عبد المطلب. نعم أبو طالب صلوات الله عليه كان من أطهر الطاهرين حسب ما ورد في الروايات، أبو طالب وحمزة وعباس، والباقي أعداء رسول الله كانوا 11 عام عند النبي صلى الله عليه وآله. كيف هذا المفهوم؟ الذي يعادي رسول الله لا يمكن أن ينسب إليه، وهو رسول الله ما قال لا يعادينا لا يبغضنا، قال لا يبغضك. مجرد مخالفة، معادات، حتى إذا ما كانت ممارسة، تحول الإنسان إلى ولد زنا، وهذا المفهوم لا يمكن أن ينطبق على رسول الله. في الروايات لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله في كل أبعاد حياته ولا مرة ما دعا على أعدائه وعلى الكفار الذين كانوا يؤذوه، ولا مرة ماكو، كان يدعو لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ضربوه، شتموه، كانوا يرمونه بالحجارة، حتى ورد في الحديث كان الدم يسيل من قدمي رسول الله، يسيل، يعني يضربوه كل صفحة جسم النبي صلى الله عليه وآله من رأسه إلى قدمه كان تصير جراح إلى هذه الدرجة. ما كان يرموه بأحجار صغيرة، حصوات، كان يرمونه بلبنات، يرمونه اللي الدم يسيل، كلمة يسيل، الدم يسيل من قدمي رسول الله، صدرت من شفتي الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذا مو مبالغ. كانوا يؤذوه إلى درجة أن الله تبارك وتعالى كان يغضب. شوف الرواية، بعث بأعظم ملائكة السماء
نزلوا والنبي صلى الله عليه وآله من شدة الجراح كان مثل الذي يغمى عليه، وإلا النبي صلى الله عليه وآله لا يكاد يغمى عليه، مستحيل. اجوا، الله تبارك وتعالى غضب على هؤلاء، أنزل أعظم ملائكة السماء، واحد منه اسمه دردائيل، واحد ما أدري كذا، اجوا، الله بعثهم ليستأذنوا من رسول الله حتى ينفخوا فيهم فتتصدع قلوبهم، يرميهم رميا يصبح كالذر. ورسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى الله في تلك الحقبة، في تلك اللحظة يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لم يدعو على واحد من أعدائه وعلى الكفار أبدا في تاريخ رسول الله، ماكو دعا على مرد، ولكن في خطبة الغدير عندما رفع يد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالمتواتر، مئات الروايات عن العامة والخاصة، اللهم والي من والاه، رفع إيده النبي صلى الله عليه وآله حتى بان بياض إبطيه، قال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. مو اللي عادي، مو اللي يخالف أمير المؤمنين، الذي يخذل أمير المؤمنين، إلهي أنت أخذله. هذا دعاء من رسول الله، هذا القلب الطاهر اللي لم يصدر منه دعاء ولا مر على كل هذه الإساءة التي صدرت بحقه في هذا الموقف. شنو القضية؟ يوم الغدير يعني شنو؟ يوم الغدير يمثل كل القيم، يوم الغدير يمثل كل تعاليم الأنبياء، يمثل كل المفهوم الإنسانية، أنسنة الإنسان، هذا الإنسان اللي هو خليفة الله، كل المفاهيم التي ترتبط بتكون الإنسانية في الإنسان مرهونة بهذا اليوم. هذا اللي هذا أعطى هذا اليوم هذه الحساسية البالغة، وهذه الآية ومن جملة المئات من الآيات. وكل آمن، كل والمؤمنون كل آمن بالله، هذا غير إكمال الدين، هو أصلا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. 124 ألف نبي ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، كلهم الإيمان بهم ينطوي تحت يوم الغدير، تحت هذا اليوم. عقيدة عندنا بعظمة هذا اليوم، بس ما ندري أبعاد هذه العظمة، لا تكاد تدرك. إجمالاً للإنسان يجب أن يحصل معرفة. القضية لا ترتبط فقط ببطولات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأن بطولات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان موقف لنصرة الإسلام، لا، القضية ترتبط بالمفاهيم التي عرضها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الدين، الإنسانية بحذافيرها، رسول الله صلى الله عليه وآله كان رجل مؤسس، المؤسس ليس مسؤولاً عن المقدمات والنتائج، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الهداية مو عليك، ليس عليك هداهم بالعشرات آيات، إنما أنت مذكر، إنما وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الهداية جاءت من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالتواتر، ولكل قوم هاد، هو علي صلوات الله عليه. الإنسان الأب عندما يكون العائلة، الأم تكون العائلة، هذا في مرحلة التأسيس، الإنسان ما يفكر في يوم اللي يولد ينجب، ما يفكر بالجامعة أن هذا الطفل يخليه بأي جامعة، هاي الفكرة الاستراتيجية، المؤسس ما يفكر بالاستراتيجية. وبعدين ما هو الطريق إلى وصول هذا الولد إلى الجامعة الراقية مثلا، هذا الطريق يسموه تاكتيك، المؤسس ما يفكر بالتاكتيك، لا يفكر بالاستراتيجية ولا يفكر بالتاكتيك، المؤسس يأسس. يوم اللي الإنسان يكون العائلة،
ينجب. مستحيل يقعد يفكر أنه بأي جامعة وما هو الطريق إلى بأي وظيفة بأي عمل بأي مثلا تجارة وما هو الطريق إلى هذا الهدف، ما يفكر المؤسس. رسول الله صلى الله عليه وآله عشرات الآيات، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، الهداية ما كانت مسؤوليته، فكان يؤسس للإسلام. بلا شك هو الذي من جملة ما أسسه ربى وكون عليا صلوات الله عليه، لا شك لا ينكر. قال عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين كلمته المشهورة جدا جدا: أنا عبد من عبيد محمد. العين ما تعلو على الحاجب، لا ينكر، ماكو مؤمن يشك في هذا الأمر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فضيلة من فضائل رسول الله وعلى أعظمها بلا شك، حسنة من حسنات رسول الله وأعظم الحسنات، ولكن قضية الدور، دور الهداية ليست مسؤولية القائد الأعظم وهو الرسول صلى الله عليه وآله، الدور دور أمير المؤمنين. الهداية وكل مفاهيم الهداية ترتبط بهذا الإنسان. الحديث ليس عن حديث عما أولاه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عما حققه، هذاك شأنه يدل على عظمته. الموضوع ليس مقاما عن عظمة أمير المؤمنين، الموضوع يرتبط بما يرتبط بالحياة الدنيا تجاه أمير المؤمنين، مسؤولية الإنسانية تجاه الغدير. هذه كل القيم التي يستلهمها الإنسان في الحياة الدنيا تستلهم من الغدير كلها من ألفها إلى يائها، كل المفاهيم الراقية، كل الفضائل، كل المناقب، كل المناقب في الوجود كلها، حتى ما ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله كلها تستلهم من يوم الغدير. رسله، القرآن يقول الإيمان بالرسل من القرآن الكريم بدأ. وفي هذا الجانب أريد أؤكد على نقطة جدا جدا مهمة، أظن أن أهم ما يستلهم من الغدير، تستلهم الفضائل والمناقب والمآثر، أهم ما يستلهم الغدير، يلهم كل القيم، ولكن أهم ما يلهمه الغدير، أهم ما يلهمه الغدير شنو؟ كلمة جدا مهمة حتى نستلهم جانبا من القواعد الاجتماعية في الحياة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أهم ما جسده، غير البطولات غير المواقف والتدبير، أهم ما جسده لم يكن بطولاته في الحروب، لم تكن هذه أهم ما، وإن كانت مهمة جدا، فبذلك نصر الإسلام بلا شك، ولكن في نصرة الإسلام أهم ما جسده أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صبره، صبره، تحمله. هذا والله أعتقد أنه يفوق كل إنجازات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كل الفضائل والقيم مرهونة بهذه القيمة، قيمة الصبر. الله في القرآن يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. شوفوا آدم، هذا اللي الجينات كل منبع الجينات، عزما يعني شنو؟ ولم نجد له عزما. في القرآن الكريم الآية، الآيات المتواترة، كل مرة القرآن يأتي بكلمة عزم يفسر العزم بالصبر، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. حقيقة هذه
يمكن من أفضل الأشياء التي الإنسان يستلهمها من الغدير، الإنسان تتاح له فرصة يقدم خدمات دينية، يشكل عائلة، يشكل كيان، يشكل ثروة، يشكل تجارة، يشكل علم، يدرس، يكون. بعدين هذه فرصة يحققها الإنسان، الحياة لا تبقى على هاي الوتيرة دائما، تتغير الحياة. تارة الفرصة تتاح، الإنسان ينشط، عنده غيرة، عنده إيمان، يتفعل، يكون الشيء اللي يعتقده، مبادئه تملي عليه. ولكن المصيبة أنه فد يوم يجي الله يمتحن الإنسان شكل ثاني. هذا الامتحان هو أصعب شيء في الحياة، عندما تكون قادر، أكو قدرة، أكو طاقة، تقدر تحول كل شيء وتصبر. هذا أهم مواقف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اللي كان قادر، ما كان عاجز، ما كان يعيق شيء، ما كان قاصر. أمير المؤمنين كان يقدر، حتى بالمعادلة الطبيعية كان يقدر، مو كان يقدر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالمعادلة الطبيعية، مو المعادلة الماورائية، كان يقدر. الإنسان في هيك حالة مستحيل يتمكن يصبر. لاحظوا أكو فضائل إذا الإنسان يمتلكها يتميز عن الأقران، الإنسان الكريم، الإنسان الشجاع، الإنسان المبادر، هذه فضائل تميز الإنسان. ولكن الشيء الذي مو يميز الإنسان فقط، أصلاً يرقي عن الإنسانية، ها علي بشر كيف بشر، ربه فيه تجلى وظهر. الإنسان يفوق، مو أنه يتميز على الأقران. الصفة الوحيدة التي لا يمتلكها الإنسان ورب العالمين شهد بذلك، ولم نجد له عزما، يعني ذرة عزم. عزما نكرة في سياق النفي، فيها تنوين تنكير، هذا يعطي معنى شنو؟ أنه يعطي معنى العموم. الإنسان الكثر من المؤمنين الله تبارك وتعالى يوفقهم لخدمة الدين، لخدمة الإنسانية، لخدمة البيئة، لخدمة العائلة. كثير أكو من المؤمنين، ليسوا قليلين. ولكن الإنسان اللي يتمكن أن يحافظ على رباطة جأشه، الجأش يعني القلب، يعني الأعصاب، رباطة يعني انضباط، خاصة إذا كان يمتلك قوة هادرة، قوة كبيرة. ثلاثة أشياء إذا اجتمعت بالله العظيم إنجاز بلا حدود. ثلاثة أشياء: أولاً القوة الهائلة، ثانياً الطبيعة الهادرة، ثالثاً الخناق الشديد. القنبلة الذرية طاقة هائلة. إذا يريد مثل تصوروا مثلاً سلاح، قبل القنبلة الذرية سلاح، هذا المسدس، مسدس طاقة هائلة ينفذ في الكونكريت. هذه الطاقة الهائلة لها طبيعة هادرة، هادر يعني بسهولة تنفلت. هذا الشيء الإنسان بس يحرك إصبع، وحركة جداً بسيطة من دون ضغط. يعني إذا أنت تريد ترمي مثلاً قاذفة RPG-7 مثلاً، هذه ما يحتاج أن تلطم على رأسك حتى يحصل هدر، يحصل انفلات بحركة جداً بسيطة. هذا يسموه طبيعة هادرة. بعض أوقات تشوفون الإنسان لازم يبذل جهد، يبذل مساعي حتى يحقق فشي كبير. بعض أوقات لا، طاقة مثل الجربة، شايفين الجربة اللي فوهتها إذا انفلتت خلال نص ثانية كل الماء يطلع برا، هذا يسموه طبيعة هادرة. أكو بعض الناس يمتلك قوة كبيرة هائلة، ولكن إنسان مو مبادر، مو مندفع، تنبل على الإصطلاح يسمون، كسل،
في الروايات أكو المؤمن لا يكون كسلا، عجيب يكون كل شيء بس كسل ما يكون. أكو بعض الناس يمتلك طاقة هائلة وهب ريح، على قولة العراقيين هبت ريح على الإصطلاح الفصيح، هبت ريح يعني بسرعة ينطلق. هذه الطاقة الهائلة إذا كان فيها طبيعة هادرة، هادرة يعني بسهولة تنطلق، هذه تكون خطر بلا حدود، فتحتاج إلى شيء ثالث، تحتاج إلى خناق قوي. يعني هذا المسدس إذا طاح لينفلت، بلي ينفلت بالإشارة إلى الآلة اللي تنطلق بها، بس لا تنفلت بشيء آخر. لازم تكون هناك حكمة. الشجاعة، شوف الروايات، الشجاعة من أفضل الفضائل، منبع لكل الفضائل، ولكن الشجاعة دائما تقترن بالغباوة. روحوا شوفوا، لا تجدون شجاعا في التاريخ إلا وهو يمتلك شيء الكثير من الغباوة. منبع الشجاعة يولد الغباوة. الشجاعة طاقة هادرة تحتاج إلى خناق قوي، تحتاج إلى انضباط، تحتاج إلى شيء حديدي فولاذي. إذا مهما حدث حادث هذا الشيء لا ينفلت. نعم، عندما تملي على الإنسان المبادئ تنفلت، يضحي الإنسان. الشجاعة منبع التضحية، الشجاعة منبع كل الفضائل قلت، ولكن مع الأسف أن هذه الطاقة الهادرة تولد الناس العاملين. شوفوا الناس العاملين، هؤلاء العاملين عندما يمتحنهم الله تبارك وتعالى، الناس المبادرين يحققون أكبر إنجاز في مجال العمل. عندما يمتحنهم الله يشوف يضحي بوقته وعياله وأولاده، يضحي بكل شيء من أجل المبادئ، ولكن عندما يمتحنه الله تبارك وتعالى بالصبر ما يصبر، إما ينصدم مع الآخرين أو ينصدم مع نفسه. يعني شنو ينصدم مع نفسه؟ يعني يقعد يأكل نفسه، ولمن صبر وغفر. يأكل نفسه، تصيبه تحوشه جلطة يموت. هذا شو مسوي؟ هذا ما سوى شيء. كلنا مبتلون بهذه الحالة. الإنسان بالنتيجة دار بلاء، يجي عليه الضيم، من أقرب الناس يجي عليه الضيم. لازم الإنسان عندما عاش عيشة سعيدة يدرك أن وراء هذه العيشة أكو مواقف فقر، مواقف ظلم تجي، ماكو واحد ما تجي. العياذ بالله يبتلى بولد مريض مثلا، العياذ بالله يبتلى على كل حال بزوجة، تبتلى بزوج ظالم، بأخ أخت. الحياة حياة. الإنسان عندما يوصل في مرحلة هذا النمط الثاني من الحياة، لازم نتعلم من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين سيد الصابرين، هو سيد كل شيء. ليش يقال سيد الصابرين؟ ليش سيد الصابرين؟ أمير المؤمنين سيد كل القيم، سيد الشجاعة. أمير المؤمنين أبو الشجاعة، أبو أمير المؤمنين أبو كل الفضائل والمناقب. ليش سيد الصابرين؟ هذا أفضل ما يلهمنا يوم الغدير، الصبر على المشاكل. والصبر مرحلتين، الصبر مو معناته أنه تصبر فما تنفعل مع الآخرين، ولمن صبر وغفر. أكو شيء ثالث وهو قدر، هذا اللي بس تجده في أمير المؤمنين. الإنسان يصبر لمن ما يقدر، منو أكو من عندنا لمن يقدر يصبر؟ مستحيل. فتجي عكوسيات الحياة، نكبات الحياة، صحيح؟ فهو شو يسوي؟ يحاول أن يفلت منها، ما يقدر، فيصبر، بالكاد يقدر يغفر. الصبر بالكاد والغفران بعد مستحيل. هذا مفهوم بالنسبة إلى قدرة الإنسان. إذا كان صبر وغفر وقدر، هذا لا تجده إلا عند أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الغدير ثقافة تمثل هذا المفهوم،
في الدرجة الأولى تمثل كل المفاهيم، بس هذا المفهوم إنسان شوي يتحمل. بالنتيجة الدنيا لم تخلق للراحة، لازم نموت، لازم نروح، حتى لو هذا البلاء إن شاء الله الله تبارك وتعالى يرفع، وإذا ما رفع هذه هي الدنيا. الإنسان يسلم الدنيا. هذا كلام أمير المؤمنين، والله كلام رهيب، قال لأنسبن الإسلام نسبة. شوف، لم ينسبها قبلي أحد، يعني لا رسول الله ولا القرآن. هذا كلام، شوف نهج البلاغة، في نهج البلاغة، لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها قبلي أحد ولا ينسبها بعدي أحد. شنو الإسلام؟ ألا وإن الإسلام هو التسليم. الإسلام هو التسليم، خلاصة كل المفاهيم في الإسلام هو التسليم. وقالوا سمعنا وأطعنا، أطعنا، هذا الإيمان، هذا اللي يمثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك إحنا نسمع ونطيع، بس نريد أنك أنت تغفر عنا. هذا المبدأ، الإطاعة، التسليم، يجلب غفران الله تبارك وتعالى، وإليك المصير. شوفوا، لازم الإنسان يدري أخيرا، لازم الروح، هاي المشاكل تنتهي، تنتهي بالآخرة على الأقل، تنتهي الحياة، تنتهي مهما كانت المشاكل، لازم نروح، إليك المصير، ما عدنا مصير آخر، لازم الإنسان ينتهي. هذا المفهوم يعين الإنسان جدا على تحمل المشاكل. هذه خلاصة الغدير حقيقة. هذا التعبير في نهج البلاغة تعبير جدير بالاهتمام. يوم الغدير شوية الإنسان يحافظ على أعصابه، يحافظ على رباطة جأشه، شوية يقرر أنه يفكر بالآخرة، شوية يقرر أنه لا يتحطم في الدنيا، مو لا ينفعل ولا تصدر منه هفوة انفعالية، لا، بل حتى داخلياً لا يتألم، لا ينزعج. هذه هي الدنيا، سلموا تسليما. يعني شنو؟ تسليم عملي سلوكي، وتسليم قلبي، والتسليم القلبي أرقى وأعظم من التسليم السلوكي. ربما يكون العيد هذا أعظم على فرد من بين الأمة المؤمنة كلهم، الشخص الذي يتمكن أنه يستلهم من هذه المناسبة في صياغة إنسانيته. وصياغة الإنسانية في أعلى درجاتها تكون في مفهوم الصبر والتحمل والمغفرة، مو فقط الصبر. الإنسان لا يخلي في قلبه شيء، المغفرة معناته إذا الإنسان خزن في قلبه تجاه الآخرين شيء، هذا يمرض القلب لا أقل. نفحات الله لا تنزل، القلب الوسخ، القلب اللي فيه تجاه الآخرين ضغائن، هذا القلب لا تنزل عليه إشراقات الله. القلب وعاء الله تبارك وتعالى. فلنحاول في هذا اليوم، في نفس الوقت الذي من أوجب الواجبات إشاعة ثقافة الغدير ومفاهيم الغدير الذي هو إيمان بكل القيم، في نفس الوقت يحاول أن الإنسان يتأثر بهذا اليوم العظيم ولو شيئا بسيطا، في تعظيم كل القيم وتحقيق هذه القيم على نفسه، ومن أهمها وعلى أقدمها، على أهمها هي قضية التسليم لله تبارك وتعالى، والتسليم لما يجري عليه على الإنسان من المشاكل والمتاعب والصعوبات في الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا عليكم جميعا على أتم الإيمان والعافية، عافية الدنيا والآخرة، أن يبقيكم يبقينا لأمثاله، لأمثال هذه المناسبة الكريمة وهذا اليوم العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عيديتنا في هذا اليوم العظيم فرج سيدنا ومولانا بقية الله المهدي الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. وأن يجعلنا من أعوانه وأنصاره وخدامه،
ويجعل ذريتنا على ولاية أمير المؤمنين، ولا يحرم ولو واحد من ذريتنا من هذه الولاية ومن هذه النعمة العظيمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.